وإلى فلسطين خلينا نروح لنشاهد هذا التقرير ونتعرف أكثر على المشهد الثقافي الفلسطيني. شكراً ألكسندرا، وبكل تأكيد أنا سعيد جداً بأن تنظم الدول العربية معارض للكتاب يكون هدفها تسليط الضوء على المشهد الثقافي العربي وإبراز كل مكونات الثقافة العربية من خلال هذه المعارض. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد بكل تأكيد نجاحات كبيرة، وسيكون هناك ضيوف كثر، وكذلك التركيز على الأطفال الموجودين في هذا المعرض في هذه الدورة. وفي فلسطين إن شاء الله تتاح الظروف خلال هذا العام لتنظيم هذا المعرض رغم المعيقات والتحديات الكبيرة المرتبطة بالاحتلال والعدوان المستمر على أبناء شعبنا، ولكن هناك إصرار فلسطيني بكل تأكيد على التحدي، الإصرار إبراز الهوية الثقافية الفلسطينية، محاولات التركيز على كل ما يشوب هذه القضية ومحاولات الاحتلال للسرقة والتزوير واستهداف الثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها. على الشاعر أن يهتم بتطوير طبيعة الشعر الجمالية، كما عليه أيضا أن يطور دور الشعر في علاقته بالواقع والمجتمع. وأنا أجمع بين النخبوية في الشعر وبين الجماهيرية، وهذه ظاهرة أنا أعتز بها كبيرا، أن يستطيع شاعر أن يجمع بين جمالية الشعر المتطورة باستمرار وبين إقبال الناس على قراءة هذا الشعر والاستماع عليه. أنشئت مؤسسة محمود درويش كمؤسسة وطنية بمرسوم رئاسي صدر في مدينة رام الله عام 2008، تقديرا للمكان التي تبوأها درويش في حركة الشعر والنثر الفلسطينية والعربية والعالمية، وسعيا من أجل تعميم منجزه على أوسع نطاق وتسليط الضوء على ما يسخر به تراثه الشعري والنثري من قيم نبيلة تتمحور حول حب الوطن وصيانة كرامة الناس، وتعزيزاً لأفكار درويش وقيمه العقلانية والوطنية التي عبر عنها في مواقفه العملية وفي مجمل إبداعاته طوال 5 عقود من الزمن لقضية شعبه العادلة في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال الوطني، وتعبيره الخلاق عن هذه القضية وما تشمل عليه من أبعاد إنسانية على النحو الذي حملها إلى شعوب العالم قاطبةً، وبهدف الاستفادة من مكانة درويش لتوسيع الاهتمام العربي والعالمي بالشأن الفلسطيني، واعترافاً لدرويش بتفرده الإبداعي الذي جعله محط تقدير واحترام واسعين. بيروت فجراً يطلق البحر الرصاص على النوافذ، يفتح العصفور أغنية مبكرة، يطير جارنا رف الحمام إلى الدخان، يموت من لا يستطيع الركض في الطرقات، قلبي قطعة من برتقال يابس، أهدي إلى جار الجريدة كي يفتش عن أقاربه. اهتمت المؤسسة من اللحظة الأولى بجمع أعمال الشاعر وتراثه وحفظهما، حيث كان هذا الهدف الأول من إنشائها، ثم عملت على إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض في منطقة ضريح الشاعر في رام الله، أفضت إلى إنشاء متحف محمود درويش وحديقة البروة. تهتم المؤسسة بتنظيم الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والأكاديمية، كما عملت على إنشاء جائزة سنوية للإبداع في مجالات الثقافة والأدب والفنون تمنح لمثقفين من فلسطين وخارجها. واقفون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد واحد، أن نكون. أنشأت المؤسسة متحف محمود درويش، وهو أحد المؤسسات الثقافية في فلسطين التي أخذت على عاتقها مهمة المساهمة في خلق المشهد الثقافي الفلسطيني المستنير، من خلال دعمها ورعايتها لعدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، حيث يوفر المتحف وسيلة للفلسطينيين لتقديم إبداعاتهم الفكرية والأدبية والفنية للجمهور الفلسطيني، كما يعمل على أن يكون جسراً بين مختلف ثقافات المنطقة من خلال استضافة رواد المبتكرين وإتاحة الفرصة للجمهور الفلسطيني لمشاهدة أبرز الإنتاجات الفكرية والثقافية للعرب المبدعين.
افتتح المتحف رسمياً عام 2012 في الذكرى الرابعة لوفاة درويش، حيث صممه المهندس المعماري الفلسطيني جعفر طوقان، وهو مركز ثقافي وحديقة عامة في رام الله فوق تلة مطلة على القدس، ويضم قاعة متعددة الأغراض ومكتبة ومتحف لمقتنيات الشاعر الكبير ومسرح صيفي خارجي مصمم على الطريقة اليونانية القديمة، إضافة للضريح والحديقة العامة. للمتحف تأثير كبير على المشهد الثقافي في فلسطين، حيث قدم الفرصة وساهم في ظهور عدد كبير جداً من الروائيين والكتاب والفنانين والشعراء للمرة الأولى، وكان حلقة وصل بينهم وبين المجتمع والجمهور والقراء. على شكل كتاب مفتوح بني متحف شاعرنا الكبير الذي رحل عنا تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من المخزون الثقافي والأدبي، يروى بقصيدة: ومتحف بني لتخليد ذكراه.